اخواتي مرحبا بكم في قناه وظفت افكار. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحه وعافيه. كما كتشوفوا دابا راني في مرجان في مول تاشفين. اللي ما تعرفش مول تاشفين كاين في الدار البيضاء، فيه كثير المحلات وفيه مرجان صغير ماشي كبير. المهم اخواتي سمعت بان هناك تخفيضات، قلت نمشي نشوف اشنو كاين، قلت لي شي حاجه ناخذها، كانوا خاصين يعني بعد الاواني المطبخ. المهم اخواتي جبت لكم حويجات زوينين، وهاد الحويجات اللي خديت غنديرهم لكم في فيديو اخر. المهم اخواتي تابعوا الفيديو الاخير. وكاين بعد حويجات زوينين، كاين نشاط في مرجان، كاين الشطيح، شطيح امازيغي. المهم الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه، تابعوا الفيديو الاخير.
كي جاكم اخواتي هاد الشطح مزيان عجبكم، المهم دايرين النشاط عيد ميلاد ديال المرجان. المهم كما شفتوا هاد ديال الحلوه هادي كانت مع الثمن ديالها قبل كان المهم كان زايد على هاد الثمن اللي كاين دابا 100 درهم دابا 99 فاصله شي حاجه. المهم شفتها وخديتها زوينه، ديري فيها شي حلوه هكا شي كيكه تحطيها في المطبخ هكايا بالخطه ديالها. وكاين شي تخفيضات اللي مزيانين كما هاد هاد السلافه هادي اللي فيها الغطا ديالها تي زوينه، ما دي ما خديتهاش. كتاخدي يعني 70% كتاخدي الاولى 19 درهم ونص والثاني كينقص لك واحد 70% بالنسبه لهاد البول اولا الجبانه الكبيره حتى هي 19 درهم فاصله شي حاجه، والثاني كينقصوا لك واحد النسبه 50% نص ديالها. هادو هما التخفيضات اللي كيديروا، مره تاخدي الاولى بثمن والثاني كينقصوا لك واحد النسبه. هكا ثمن مناسب تيكون، وبعد الاحيان تيكون شي سولد تخفيضات ماشي يوم بحال دابا هذا الكيسان تاخذ الاول والثاني فابور هذا الكاس هذا. انا ملي شفتو يعني قلت مزيان، ولكن في الاخر تراجعت 69 درهم الباكيه، والباكيه الثانيه كتاخديها فابور. ملي قلبت لقيت كيسان يعني بحالهم نفس المهم الشكل من مغايه، المهم 29 الا خديتي باكيه ب 29 درهم يعني نقولوا 30 درهم، والثانيه 30 درهم يعني بحال الاخرين يعني 30 الثمن ديال باكيه ب 30 درهم، هما دايرين 69 درهم زعما الباكيه، وهي راه جامعين فيها الاولى والثانيه زعما راه ناقصه، وهي ما ناقصاش الكيسان ماشي ب 69 درهم الباكيه، هي راك قل من ديك الثمن وكيزيدوا باش يلا زعما راه كيطمعوك بان الباكيه الثانيه فابور، هي ماشي فابور، غير الانسان خصو يقلب ويشوف الاثمنه باش ماشي بحال كيضحكوا عليك، خص واحد يقلب راه ما كاينش تخفيضات غير هكاك، كاين واحد الماركوتين كيدخلوا شي لعيبات هكا باش تضحكوا عليك، ما خص واحد يقلب ويشوف الثمن الاصلي الباكي الاولى بشحال، وعا باش واخا كتشوفي داك كادو كادو راه مدخن الثمن ديالها، ما كاينش كادو ما كاين والو، هادشي اللي كاين. المهم واحد يقلب ويشوف الاثمنه كي عاد يهز يقول تخفيض صافي راه تخفيض، هو ماشي تخفيض بحال القهوه حتى هي يا كيكونوا فهاد الباكيت القهوه الاولى والثانيه كيقول لك ثمن جوج باكيت القهوه والثالثه فابور، هي راه مدخلينها تيدخلوا واحد النسبه فيها. ومن بعد الاخوات اللي ما تعرفوش يفكروا ويقلبوا واش غيهزوك صافي تخفيض هكا كويزو داك، هادي كنصيحه. عاوتاني هاد ليمول ديال الفران كاين ثلاثه، كاين واحد الطاوه و 73 درهم. المهم الاثمنه ما عرفتش انا ما خديتهاش، وهاد الصينيه تاهي زوينه مع هاد الكيسان، كيسان زوينين عجبوني، وهاد البرات ديك الصينيه تاهي زوينه. المهم وشفت هاد المطيشه هادي مشيت ديك جري مشيت عمرت واحد جوج خنيشات، مطيشه زوينه قاصحه ديال الشلاضه ماشي يعني مضروبه ولا مزيانه. المهم كي الدراري تيعاونوني تيعمروا 3 دراهم فاصله شي حاجه، وبطاطا ها هي ما خديتهاش غير وريتكم الثمن ديالها، المهم قاصحه ماشي لاويه تقريبا 2 فاصله شي حاجه. المهم اخواتي مرجان هو هذا، فما كتمشي كتشوفي شي حاجه كتغرك كتقولي هذه ناقصه هذه ناقصه حتى كتلقاي راسك مستام خويتي كامل. المهم مشيت مع ساره بغات القصص كنشوفوا القصص اللي كاينين، كتقول بغيت هذه بغيت هذه كتهز وتحط تهز ما عرفاش شنو باغا، هي ما غاديش تقرا تاخذ وتشوف تشوف داكشي ملون تقول زوين، ولكن ما تمشي للدار تحطو ما تقرا ما والو، عطل عليهم شويه وتحطها هي كتمل. المهم خديت لها واحد القصه وهادشي كاين اخواتي. ما تنساوش اخواتي اللي عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو فيديوهات مع الاصدقاء، وان شاء الله المشتريات اللي جبت غادي نوريهم لكم فيديو اخر. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله، تابعوا الفيديو الاخير اخواتي مازال كاين نشاط في هذا الفيديو.